سنجد في التاريخ الإنساني على مر العصور كنوزا لصور وأشكال ظلت مخفية، وما زلنا في رحلة البحث عنها دائما لمحاولة الكشف عن ماهيتها ومعرفة أماكن وجودها خلف جدار البشرية. نتعلم منها ونقتبس من ماضينا لنرسم حاضرنا ونرى من خلالها مستقبلنا بداخلنا للوصول للكنز واكتشاف الخبيئة. تانيس. إن التاريخ ظل الإنسان على الأرض بمثل ما أن الجغرافيا ظل الأرض على الزمان، ومعظم التاريخ إن لم يكن جغرافيا متحركة فإن بعضه على الأقل جغرافيا متنكرة. يا لها من كلمات ليست كباقي الكلمات عندما نراها أمام أعيننا حقيقة ماثلة وحاضرة بقوة من خلال أشهر العبارات المكتوبة التي تنسب إلى المفكر المصري الكبير والجغرافي الأشهر جمال حمدان، التي يصف بها لسان حال مصر وشخصيتها، وهي تتحدث عن نفسها منذ آلاف السنين وحتى يومنا هذا بما لا يدعو للشك. حالنا فيها مثل حال الجميع منذ بداية بناء أعجوبة العالم القديم التي تسمى جانت، المعروفة أثريا بتانيس، أو كما يحلو أن نطلق عليها نحن والعلماء أجمع اسم صان الحجر. صان الحجر أو تانيس باليونانية القديمة هي إحدى قرى مركز الحسينية، وتقع بالقرب من مدينتي الحسينية وفاقوس في محافظة الشرقية شرقية دلتا النيل، وتبعد عن الزقازيق عاصمة المحافظة ما يقرب من 71 كيلو مترا، وعن مدينة القاهرة 156 كيلو مترا. ورغم بعد المسافات يظل بداخلك ثمة شعور بالرهبة وإحساس بالجلال والعظمة ينتابك وأنت تقترب من تانيس، فتشعر عندما تلوح معالم تانيس من بعيد أنك تدخل إلى محراب التاريخ، وأنك سوف تشاهد آثار مدينة كتب لها الخلود، وأنك سوف تعيش بين رحاب وجنبات التاريخ المصري القديم بأكمله، وتنفصل تماماً عن أحداث ووقائع الحياة اليومية المعيشة في مصر المعاصرة. صان الحجر بدأت تظهر اعتباراً من عصر الدولة الحديثة بشكل واضح جداً، وخاصة من الأسرة 19 مع عصر الملك رمسيس الثاني. الملك رمسيس الثاني كان بيبني مدينة عرفت باسم مدينة بير رمسيس، اللي مكانها النهاردة قرية قنطير تبع مركز فاقوس في محافظة الغربية، وكانت إلى الجنوب من صان الحجر. وبدأ يتبني معبد الإله أمون في صان الحجر في تلك الفترة، وتم التطوير في هذا المعبد على
مر العصور التالية من عصر رمسيس الثاني، وكان خاصة في عصر الأسرة 21 أصبحت صان الحجر هي عاصمة مصر، وكان من أهم ملوكها الملك بسوسنس اللي دفن فيها هناك أيضا في صان الحجر. رغم العمارة منذ آلاف الأعوام، لا يزال موقع هذه العاصمة القديمة في مصر يحوي أسرارا تتجاوز عدد أحجاره. ليزيد من غموض صان الحجر والتي تعد إحدى عجائب مصر القديمة، ومما لا يدعو للجدل، تبقى صان الحجر أكبر لغز واجهته البشرية والأثريون منذ مطلع فجر الحضارة وحتى يومنا هذا، ولا غرابة في ذلك، فكل ما فيها شاسع وكبير. ولهذا تعد صان الحجر متحفا أثريا مفتوحا، وتحفة معمارية وأسرارا لا متناهية تمثل بحق إحدى عجائب المصريين القدماء وأعظم إبداعاتهم في البناء بواسطة الحجر على مر العصور الإنسانية. عندما اختار ملوك الأسرة 21 مدينة جعنت بالاسم المصري القديم لتكون عاصمة، بدأوا بتأسيس المعابد الضخمة أو المعابد الكبيرة التي تلائم عظمة المدينة الدينية التي كانت تضارع مدينة طيبة بعظمتها وتاريخها العظيم. بدأوا بتأسيس المدينة بالمعبد الكبير للإله أمون الذي نقف في رحابه الآن، معبد ضخم يصل ارتفاعه أو يصل طوله إلى حوالي 300 متر وعرض حوالي 200 متر، بارتفاع سور يعادل 35 متر، وهو أعظم ارتفاعات المباني اللبنية في مصر القديمة في تلك الفترة. شيده الملك بسوسنس الأول، هذا الملك الشهير الذي تم الكشف عن مقبرته السليمة لم تمس نهاية 1939 بداية 1940 بالاكتشاف العظيم اللي كان بيضارع اكتشاف العظيم للملك توت عنخ آمون عام 1922. ذكر الرحالة المصري أون آمون في قصة رحلته المشهورة إلى بيبلوس خلال حكم رمسيس الحادي عشر أنه مر بمدينة عجنت، وما ذكره في هذه الرحلة يتبين أنها مدينة لها ميناء كبير، كما ذكر أنها كانت مقرا لسيمندس بدون إشارة ملكية له، مما يوحي بأن سيمندس كان حاكما لتانيس قبل تأسيس الأسرة الحادية والعشرين، ونقل العاصمة من بي رعمسيو إلى تانيس. وقد وصفت بعض المصادر الأشورية هذه المدينة بصانو، وفي المصادر اليونانية بتانيس، وفي القرون الوسطى أصبح لتانيس محجر كبير وعرفت بصان الحجر. وكان رجال الحملة العلمية الفرنسية هم أول الأثريين الذين ارتادوا منطقة صان الحجر في سنة 1799 من الميلاد، وسجلوا آثارها الظاهرة ووصفوها. معبد صان الحجر بيتميز كمان بعدة السروح بتاعته، كم المسلات الهائل، كم التماثيل الهائلة، السور الضخم الذي يحيط بالمعبد من الطوب اللبن. والتميز الأكبر لهذا المعبد وجود مقابر ملوك عصر الأسرات 21 و22 و23 في هذا الموقع. في عصر الدولة الحديثة في نهاية الأسرة 20 نفسها لقينا أن المقابر الملكية كانت بتسرق، ففكر الملوك فيما بعد وخاصة ملوك الأسرة 21 في فكرة جديدة للحفاظ على المقبرة الملكية، أنها تبنى في رحاب المعبد الكبير للإله، فبنيت في رحاب معبد أمون في صان الحجر. وبالتالي هنا بيضمن حماية لهذه المقابر إن هي تعيش في رحاب أمون، وبالتالي الحماية الإلهية موجودة، وده بيضمن حماية هذه المقابر. بدأت الحفائر الأثرية بتانيس منذ زمن مبكر على أيدي أوغست ماريت وويليام فلندرز بيتري، بينما كللت الحفائر المستمرة للعالم الأثري الفرنسي الشهير بيير مونتييه في الجبانة الملكية بتانيس بالنجاح يوم 27 من فبراير عام 1939، حين اكتشف عددا من المقابر الملكية تخص ملوك الأسرتين 21 و22 وعددا من أفراد العائلة الملكية وبعضا من كبار رجال الدولة. وبلغ عدد المقابر الملكية المكتشفة بتانيس 7 مقابر لمعظم ملوك الأسرتين
الحادية والعشرين والثانية والعشرين باستثناء مقابر الملكين سمندس وأمون إمنسو من الأسرة الحادية والعشرين والملكين ششنق الأول وأسركون الأول من الأسرة الثانية والعشرين. ومن أشهر المقابر الملكية بتانيس مقابر الملوك بسونس الأول وأسركون الثاني وششنق الثالث. في خمس معابد هنا، المعبد الكبير معبد الإله أمون، المعبد الثاني معبد الإله موت، المعبد الثالث معبد حورس، المعبد الرابع معبد الشرقي، المعبد الخامس معبد خنسو. أعظم اكتشاف في المنطقة دكتور فيليب بريسو مدير البعثة الفرنسوية عام 2009 اكتشف خلف معبد موت بحيرة مقدسة جديدة The Second Sacred Lake مساحتها حوالي 10×15 متر تحوي مناظر جميلة وملونة كأنك في الأقصر والكرنك بالظبط. المكان هنا بيحتوي على 4 تماثيل للملك رمسيس الثاني حجر رملي أحمر وتمثالين من الحجر الجرانيت، يكاد يكون أحدهم ممثل الشمال والآخر ممثل الجنوب. بقي أن نقول شهد عام 1859 المحاولات الأولى للتنقيب عن آثار صان الحجر، حيث قام ماريوت بالبحث والتنقيب لأول مرة في المنطقة. وفي عام 1884 تولى المهمة من بعده فلاندرز بيتري، ولكن بطل الاكتشافات الحقيقية في المنطقة هو عالم الآثار الفرنسي بيير مونتييه، والذي استمر 12 عاما في البحث والتنقيب عن الآثار، واكتشف مجمعا من المقابر الملكية يتكون من 3 غرف للدفن غير منتهكة الحرمة، احتوت على ثروة أثرية ضخمة مثل الأقنعة الذهبية وتوابيت مصنوعة من الفضة وتوابيت حجرية رائعة الإتقان والعديد من الأساور والقلائد والمعلقات والتمائم وأدوات الطعام، هذا بالإضافة إلى احتوائها على آثار عديدة كالتماثيل والمزهريات والجرار وما إلى ذلك. ويجدر القول إن جميع هذه الآثار نقلت إلى المتحف المصري في ساحة التحرير. اللطيف بقى أن المقابر اللي احنا قلناها 7 مقابر أشهرها مقبرة بسوسينيس، ششنق الثالث، أمون أوبت، الكنوز بتاعتها دي تم الكشف عنها في ما بين عام 1939 و 1940 واكتشفها بيير مونتييه دي بعثة فرنسية، وكان الكشف يعتبر من أهم الكشوف الأثرية يضاهي توت عنخ آمون، وإن لم يكن كمان بالنسبة لنا كان له قيمة أخرى كبيرة جدا، لكن كان الحظ طبعا بداية الحرب العالمية الثانية فما خدش حقه في الدعاية زي ما خد توت عنخ آمون. لكن اللي يبص على مجموعة أثار الملك ملوك الفترة دي اللي لقيناها مع أثار ملوك تانيس اللي موجودة حاليا في المتحف المصري هيجد بالفعل روعة في الفن المصري، سواء في التوابيت اللي لقينا فيها توابيت فضة للمرة الأولى زي تابوت ششنق، والقناع الذهبي الجميل بتاع الملك بسوسنس الأول، مجموعة الحلي والصدريات اللي موجودة هناك. جدير بالذكر أن صان الحجر كانت العاصمة السياسية والدينية لمصر خلال حكم الأسرة الحادية والعشرين، وذلك لما تتمتع به من موقع استراتيجي وحيوي لإشرافها على الفرع التانيسي لنهر النيل وإمكان وصول السفن لها عن طريق بحيرة المنزلة، كما أن انحسار المياه وجفاف الفرع البيلوزي الذي كان يمر بمدينة بي رامسيس عاصمة مصر قبل تانيس أدى إلى هجرة السكان لتلك المدينة، وفي نفس الوقت أدى إلى ازدهار وعمار مدينة تانيس التي توجد بها مقابر الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين. مدينة صان الحجر أو مدينة طيبة الشمال كما كانوا يحلو للمصريين القدماء أن يسمونها في تلك الحقبة
طيبة الشمالية تميزا لها عن طيبة الجنوبية في ذلك المكان، بدأ ملوكها بتأسيس المدينة على غرار مع مدينة الأقصر، فبدأوا بتشييد معبد للإله أمون، معبد للإله موت، معبد للإله خنسو، مع البحيرات المقدسة سواء في معبد الإله أمون التي تضارع بحيرة الكرنك، ومعبد لمعبد وبحيرة للإله موت. أما اتبنت مدينة صان الحجر فكان أقرب المدن ليها كانت هي مدينة بير رمسيس، وتم نقل أثار أيضا من بير رمسيس إلى صان الحجر، وعشان كده لقينا هناك مجموعة رائعة من التماثيل اللي بترجع للفترة دي. يمكن من أهم التماثيل اللي خرجت أيضا من صان الحجر بالإضافة إلى المقابر التماثيل الأربعة للملك أمنمحات الثالث اللي بشكل أبو الهول بهيئة أسد، بهيئة أسد كاملة ما عدا الوجه. احنا معروف ان هيئة أبو الهول بيبقى جسم أسد ورأس إنسانية بالكامل، لكن الأربع تماثيل أبو الهول للملك أمنمحات الثالث الرأس أيضا بمعرفة الأسد ورأس أسد كاملة ما عدا الوجه، هو الوجه إنسان. التماثيل الأربعة موجودين في المتحف المصري، نقل منهم إلى المتحف المصري الكبير. في النهاية كانت هذه مجرد نظرة عابرة لمكان بلغ حد الإعجاز والتعجيز، ولم تستطع من خلالها عيوننا المجردة التبحر في أعماق أسراره المحيرة في كيفية إنجازه، فعجز اللسان إعجابا في صياغة كلمات نصف بمعانيها حجم مكانته كأثر وأثرة في نفوسنا، وإن كان وجوده قبل ظهور التاريخ على أرضنا هو شهادة إنصاف كاملة لنا. وخلاصة القول ومنتهى: ذهبنا لكي نكتشف سر الحجر، فاكتشفنا بحرا من الأسرار تظل معه الخبيئة باقية ببقاء الفكرة في محيط المكان والزمان والإنسان، تبحث عن إجابة لهذا اللغز القديم.